من الذي لا يحبه الله؟ من الذي لا يحبه الله؟ قد يقول أحدكم الله بيحبني يا ترى؟ سؤال محير، لا غير محير أبدا. افتح القرآن الكريم في مجموعة آيات إن الله يحبه، في مجموعة آيات إن الله لا يحبه، انتهت العملية. من عرفانين يمكن تقترف 100 معصية باليوم بهاللسان. محور هذا اللقاء الطيب، من الذي لا يحبه الله؟ فقضية سهلة جدا أن تعرف ما إذا كان الله يحبك أو لا يحبك. الله كبير، حسابه دقيق. قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أما وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذه المرأة إنسانة خلقها الله عز وجل، خلقها على حياء. الحياء أجمل ما في المرأة الحياء، فإذا أخرجتها من حيائها وجعلتها تختلط بالرجال وتتكلم معهم كلاماً قاسياً فأنت أفسدتها. يعني كل شيء له خصائص، إن أخرجته عن خصائصه فقد أفسدته. الابن عليه أن يبر والده، فإذا أنت ظلمته ولم تعدل بين أولادك أخرجته عن أدبه وعن محبته. يا رسول الله اشهد أني نحلت ولدي حديقة. قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال له: أنحلتهم مثل ما نحلت؟ قال له: لا. قال له: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. الأب إن لم يعدل بين أولاده بعد أن يموت في المحاكم، أما إذا عدل بينهم في كلمة يقولها العوام بيقولوا ما غابت إلا عينه، في عدل لأنه. والحقيقة الهدية بدها عدل، هدية بحياتك أنت. الله أنعم عليك بثروة طائلة، أخذت لك كل واحد بيت، البنت بيت والابن بيت، هدية بالتساوي. أما الإنسان غادر الدنيا، الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، في توزيع تركة، في توزيع فرضي، في توزيع هدية. إذن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لا تفسد امرأة على زوجها ولا عبدا على سيده. يعني أنت عندك محل تجاري وعندك موظفين، زارك موظف عن جارك، شو بيعطيك معلمك؟ قال له: المبلغ الفلاني. معقول؟ معقول؟ أفسده، أفسده. لا تفسد على الآخرين حياتهم ولا موظفيهم ولا زوجاتهم. فات الأخ لعند أخته: ماذا جاء؟ ماذا قدم لك في هذا العيد؟ والله ما قدم لي شيء، في محبة وفي مودة وفي تعاطف، لكن الزوج دخله محدود. معقول؟ والله ما، الحمد لله عايشين. لا، أنت ما بتستاهلي، ما بيستاهلك. طلع من البيت، إجا الزوج غضبانة، في شيء؟ تلاقي حكى كلمة ومشي والمشاكل بدت. هذا فساد، فساد هذا. سبحان الله، من عرفانين
يمكن تقترف 100 معصية باليوم بهاللسان. سخفت بيت، والله فات واحد لبيت 60 متر، اللي اشتراه شايفه جنة، عايش بالإجرة كل حياته، اشترى بيت صغير وسعانك هالبيت. شو هالكلام الفاضي؟ شايفه جنة البيت تبعه. يعني دائماً بيعدوا هيك، مرة أحضر جلسة فيها شيء 3 أغنياء كبار وعديتهم شيء 12 موظف، والله كنت بألمانيا كلفتني 200,000 الرحلة. هذا اسمه علاك. اللي قاعدين موظفين دخلوا المحدود وراضين عن الله عز وجل وسعداء مع زوجاتهم وأولادهم، أنت رحت رحلة كلفتك معاش 5 سنوات، شو هالكلام الفاضي؟ شو بيقول لك كمان؟ يعني بيرتكب حماقة ببررها، قال وأما بنعمة ربك فحدث. لا، الآية مو لك، هي النعم المشتركة، نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة الأولاد، مليون نعمة مشتركة احكي عنها، مو نعمة خاصة فيك. سبحان الله، مرة بعمان دعيت إلى يعني عقد قران في حي فقير جدا، والله استقبلنا ورحب فينا وصار في كلمة طيبة وصار سرور بالغ. رحت لبيت بأرقى أحياء عمان، بس الثاني بنفس اليوم بنفس الليلة الثانية تعزية. شو تريات؟ شيء غير معقول، في نوع غشامش هذا بيعطي ألوان، السجاد إيراني، البلاط إيطالي، يعني الأساس من أرقى أنواع الأساس. أنا طول ما قاعد بها التعزية، مين اختار التريات؟ المرحوم. وين المرحوم؟ لا، تحت القبر بالقبر. مين اشترى السجاد؟ المرحوم. مين اختار هالبلاط؟ المرحوم. مين اختار هالديكور؟ المرحوم. وين المرحوم؟ رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. شو معنى فاكهة فسدت؟ انتهت يعني. مثلا قماش فسد احترق. الفساد خروج الشيء عن طبيعته، الله ما بيحب الفساد. آية ثانية، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الفسق عصيت الله بينك وبين نفسك، فاتك صلاة، يعني الشاشة غير منضبطة، هذا الفسق. أما العدوان تجاوزت نفسك إلى الآخر، كنت معه قاسيا، حقرته، صغرته. إذن إن الله لا يحب المعتدين. والله أذكر مرة أن واحد تزوج امرأة وفي الشهر الخامس من زواجه بها كان حملها في الشهر التاسع. فهمكم كفاية؟ قال بإمكاني أن أطلقها أو أن أفضحها، أهلها معي، ابنتهم ليست كما ينبغي، وأهلي معي، ومن حولي معي، والشرع معي، والقانون معي. هذا الإنسان بطل كان، ولدها وأخذ المولود تحت عباءته، وقف أمام باب جامع
إلى أن نوى الإمام الفجر، ما في حدا، فدخل وضع الغلام المولود وراء عمود والتحق بالمصلي. والفجر الصلاة طويلة، يعني في صفحة بصفحة، فلما انتهت الصلاة بكى هذا الطفل، تحلق المصلون حوله وابتعد، إلى أن تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حوله، فاقترب وقال: ما القصة؟ قال: تعال انظر، لقيت. شو لقيت؟ لا، تعال انظر. اقترب، قال: أنا أكفله. أخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط وسيكفله، ورده إلى أمه. القصة لها تتم بس مؤثرة جدا. إمام خطيب هذا المسجد رأى النبي الكريم في المنام، قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني لو فضحها قد تقتل، وانتهيت. سترى الله ستير، فالفضيحة سهلة، أما الستر بطولة. أبلغ جارك فلان إنه رفيقي في الجنة. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكفر نوعين: كفر دون كفر، فإذا واحد ما شكر الله فهو كافر، لكن بيصلي. فات لبيت ساكن ببيت ملك، وعنده سيارة، وعنده زوجة صالحة، وعنده بنات محتشمات، وأولاد أبرار، وحياته ما له مرتاح فيها.